عاد الصيف وعادت معه فرحة الأطفال بعد الانتهاء من عام دراسي آخر. هذه الفرحة أرادت لها مشيخة المقارئ العراقية في محافظة التأميم أن تكون مختلفة وتجمع بين الفائدة واللعب في آن واحد عبر دورة لتحفيظ القرآن الكريم للأشبال والصغار تحمل اسم براعم القرآن. نقوم بتحفيظ هذه الأجزاء الثلاثة التي تعدل نصف القرآن من حيث السور للصغار بأعمار 12 سنة فما دون، وهؤلاء دوامهم 4 أيام في الأسبوع من الساعة 9 إلى الساعة 3. هذه المبادرة استقطبت نحو 850 طفلا وطفلة أعجبوا بالدورة، لا سيما مع وجود جوائز ومسابقات وتوفير مساحات أخرى للعب. كل ما يصير دورة أجي وحتى أتعلم ديني وأعرف رسالة الرسول تلاوة القرآن، وحتى بدل ما ألهي نفسي بالتليفون أتعلم قرآن أحسن. عمدنا نقضي وقتنا بالنوم واللعب على الموبايلات، نجي نقرأ القرآن ونعلمه. حلت هذه الدورة كثيرا من أزمات الأهل الذين يريدون لأولادهم عطلة مختلفة بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، ومكنتهم من تكوين صداقات ومعارف جديدة، كما حظي الكبار أيضا بفرصة للمشاركة بالدورة. وأني أشكر جدا شكر جزيل الشكر الكادر الجامع النور على هاي الخدمة وعلى هاي المرحلة اللي هم طابين في هاي المرحلة بداية مال الدراسة القرآنية. طبعا احنا هذه الدورة ليش بالعطلة سويناها، او الشيخ سواها بالعطلة، لان الاطفال بالعطلة ماكو مدارس، كلهم يوجهون يكون اتجاههم على الموبايلات والايباد والاكس بوك وهاي القضايا، سواء الاطفال او البنات او الولد، فاحنا نريد نبعدهم من هذا الجو ونجيبهم إلى جو القرآن الكريم وإلى جو الجامع. هذه ليست التجربة الأولى لجامع النور الكبير في كركوك، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة. في ظل الإقبال الكبير على الدورات والأنشطة التي أعادت كما يظهر ارتباط الطفل والعائلة بالمسجد في سبيل الحفاظ على التربية والأخلاق المجتمعية الصحيحة.